طيب ماشي. بالنسبة للامتحان تأكيدا بس، يعني هو هيبقى الامتحان كله مفيش بابل شيت، الامتحان كله هيتحل في ورقة الأسئلة، بس هو في ام سي كيو، يعني مفيش يعني هنمسك ورقة الأسئلة وهنحل فيها، مفيش ورقة تاخدها ورقة خارجية ولا بابل شيت. الامتحان الورقة بقى اللي انت تمسكها دي متكونة من سؤالين، سؤال ام سي كيو والسؤال التاني مش ام سي كيو. السؤال الام سي كيو عليه 30 درجة، والسؤال اللي مش ام سي كيو عليه 30 درجة. الام سي كيو طبعا هيبقى 15 اكيد نقطة، يعني لان كل نقطة بدرجتين، وال 30 التانيين يعني الجوريزم بقى وتطلع ريزلت في الاخر. يعني ثواني، السؤال التاني A B C D E F، هم يعني هو بوينتس كتيرة وكل بوينت بخمسة، فتتخيل ال 30 بقى متقسمين على خمسة. لما شفت يعني، بصوا انا مش عايزه ان انا كنت اقول الحاجه دي، بس يعني لما انا شفت الدرجات بتاع اعمال السنه، في حين ان انا جايبه امتحانات الميد تيرم والكويز سهلين جدا يكاد يكونوا تافهين، فللاسف انا جايبه الفاينل مش صعب، بس هو مش سهل، يعني لازم تكون مذاكر، يعني تذاكر تعدي على المحاضرات كلها والدنيا تمام، وشايف الالجوريزم من الاول لاخر بتحل ازاي. لان انا مش عايزاكم تزعلوا، بس هو يعني ايه لازم نذاكر. طيب هو ده الامتحان 30 و30 ان شاء الله خير. يعني فكره ان في 30 ام سي كيو طبعا دي حاجه برضو يعني اكيد هتبقى حاجه كويسه يعني. طيب ده بالنسبه للامتحان. مش عارفه في حد بعت حاجه للدكتور؟ تمام. ممكن أشوف بقى محاضرة محاضرة مثلا، زي ما أشوف كده. دكتور الامتحان هيبقى فيه كودينج؟ هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه إيه؟ كودينج، نكتب كود؟ كود؟ لا مفهوش كود. كودينج ما أنا سامعة بقول لك مفهوش كود. لا مفهوش كود. مش سامعني؟ دكتور فؤاد بيسأل سي ان ان داخل معانا. كل حاجه داخله معانا ما عدا المحاضره الاخيره بتاع النيورال نتورك. تمام. هعدي بس على المحاضرات برضو كده، لو انتوا عندكم سؤال في حاجه او لو ايه المفروض حاجات نركز عليها. طبعا اتمنى دي اللي تكون زهره، مش عارفه انتيت. طيب ما فيش حاجة برضو. المحاضرة الأولانية إيه هي الـ AI، تعرف إيه هو الـ AI، تعرف الـ مش تعرف يعني كل نقطة في الحاجات اللي هي نظري ممكن تيجي في الـ MCQ. يعني أنت عندك كل ألجوريزم هيجي سؤال، يعني مش كل ألجوريزم، كل ألجوريزم إحنا خدنا ألجوريزمز معينة، واحد فيهم هيجي سؤال واحد أو كذا واحد يعني، بس أي حاجة مش ألجوريزم أو مش فيها ستيبس ممكن تيجي في الـ MCQ. فانت عندك ممكن ايه هي الاي اي ابلكيشنز، ممكن تقول لاي حاجه من الحاجات دي، فيشال اكسبريشن كذا ممكن هو يكون جاي لك في الام سي كيو. كل الحاجات دي ممكن تبقى جايه في الام سي كيو، تبقى طبعا تختار سواء كان واحده منهم او كلهم او وات ايفر يعني على حسب اللي هيسال. طيب هي كلهم هيبقى بوينتس ماشي. السيلف درايفنج، لحظه، السيلف درايفنج دي بوينت، ريتيل بوينت، السمارت سيتي ابلكيشنز والسمارت هوم، كل دي بوينتس يعني. تمام. طيب معلش حضرتك مش فاهمه شيرنج.
كل عالم من العلماء دول كل واحد فيهم كان له رأي، او هو له يعني بداية الماشين ليرنينج نفسها ان الناس بدأت تفكر. في عالم اسمه ألان تيورينج قال انا اعتقد ان الكمبيوتر يقدر يفكر، مكان ماشين سينك. في عالم تاني جون ماك، يعني جون ماكراسي ده برضو كان له ايدي او سؤال، ان هو كل الثلاثة دول كان ليهم فكرة ان احنا هم اللي بدأوا فكرة ان يبقى في ماشين ليرنينج بمجرد كايديا بس، كسؤال سألوه لنفسهم وبالتالي بدأوا يمشوا في الدنيا دي. او مش هقول لك ايه هو الاي وتقدر تقول لي حاجات كتير، لا انا ممكن اجي نقط هنا واقول لك از ا نيو تكنيكال ساينس ذات ستارتس ديفلوب مش عارف ايه كذا، هتروح ايه من الاختيارات، هل هو كذا ولا كذا ولا كذا، فاهم؟ فهو دي هتبقى في الام سي كيو. مش عارفه مين بيسال ايه نوتس ده. طيب طبعا ال الدنيا مشت الاول ان بدا الارتفيشال انتليجنس، بعدين بدا يبقى في الجوريزمز كتيره ان ديب، في اللي هي بعد كده جه الماشين ليرنينج، بعد كده بدات الكمبيوتيشن وسرعات الكمبيوتر تزداد والكابابيلتيز بتاعته تزداد، فبدا يبقى في الجوريزمز تانية خاصه بالديب ليرنينج. فهم ثلاثه فيلدز كلهم بيعملوا ماشين ليرنينج، بس كل واحده فيهم لها سكوب او كل واحده فيهم ليها شويه البيزنس يعني مشهورين فيها. يعني انا متخيله ان انا بقابل ناس برضو بحس ان انتوا بتتعاملوا بتستخدموا الذكاء، فانا عايزاكم ما تستخدموش الذكاء في الحته دي. يعني مثلا افرض انا جايه في السيمبوليزم ده هجيبه في الامتحان، ولو انا عملت كده، لو انا شرحته، انتوا في ناس منكم ذكيه او تقول لك طالما انا شرحته يبقى جاي في الامتحان، فمش شرط، فاهمين حاجه؟ يعني الناس اللي هي بتفترض ان في المراجعه، انا بنصحكم يعني، انا بنصحكم ان انتوا تعدوا على المحاضرات كلها، لان انا مش شرط اعدي على المحاضرات كلها دلوقتي او بالمنطق. ما ينفعش في سؤال انا عارفه ان جاي في الامتحان واقعد اتكلك عليه، ما ينفعش. فانتوا يعني تاخدوا بس المين بوينتس، او ما تستخدموش ذكائكم في المراجعه. فايه ايه الثري ميجر سكولز اوف صوتس دي، اللي هو احنا دلوقتي خلاص عايزين نخلي الكمبيوتر يسينك، ففي ناس شايفه ان الانسان بيبدا يتعرف على الاشياء عن طريق السيمبلز، انا بقى شايف ان الباب ده عباره عن مستطيل، الشباك عباره عن مربع، فدي السيمبوليزم كونكشنزم. في ناس شايفه ان الانسان بيتعرف على الاشياء من خلال الكونكشنزم، زي مثلا انا شايفه ان الانسان ده عشان اعرف ان الشخص ده هيومن يبقى اكيد فيه عين وانف ونوز، ويعني يعني كومبوننتس متوصلين مع بعض بشكل معين، لازم العين تبقى فوق والانف تبقى تحت وهكذا. فالكونكشنزم ان انا اتعرف على الاشياء من خلال ان اربط بين الاوبجكتس وبعضها. البيهيفيرزم ان انا ممكن ابدا اريكوجنايز الشخص على ان هو ميل او فيميل او صغير او كبير نتيجه البيهيفير بتاعه، يعني مثلا وطبر السلوك بتاع الشخص نفسه، بس ان احنا ممكن نتعرف ان بيلد ماشين ليرنينج الجوريزم بيزد على البيهيفير بتاع الشخص. دي طبعا شويه حاجات كتيره بتبين الديفلوبمنت بتاع الاي اي. يعني في ناس كتير فكرت الاول في الاي اي، وبعدين ظهر الديب بلو اللي هي الشامبيون بتاع الشطرنج، وبعدين ظهر الالفا جودي لعبه احسن من الشطرنج او اصعب من الشطرنج، بعد كده طبعا ظهر الديب ليرنينج. فدي شويه حاجات يعني اي حاجه لها علاقه بتاريخ انساها، هي الفكره كلها ان تبقى عارف ان في تطور من مرحله لمرحله. طيب يعني مثلا الديب بلو ده ممكن يتجاب، بس مش هقول لك كان سنه كام يعني عشان بس الدنيا تبقى واضحه. طيب طبعا قلنا التايبز اوف الاي اي، في سترونج وويك. الاي ويك اي اي هي اي ماشين ليرنينج اتعرفت لغايه دلوقتي، لكن سترونج اي اي في ناس شايفه ان اي ماشين ليرنينج لغايه دلوقتي لسه ما بقاش سترونج. سترونج يعني ان هو يبدا يتعلم لوحده حاجه، يعني مثلا انت اي طفل انت اللي علمته الكلام، انت اللي هو اللي سمع قدامك كلمه كذا فبدا يقول زيك، هو اللي اتعلم المشي انت اللي مشيته وهكذا. بس لو الطفل ده عمل اكشن لوحده وانت متاكد 100% ان انت ما عرفتهالوش، يبقى ده سترونج اي اي، او ان الشخص ده فعلا ذكي لانه عمل حاجه نتيجه البيئه اللي اتحط فيها واتصرف بالطريقه دي. يعني
احنا في عشان بس تسجيل، فمش هينفع اقول مثلا مثال صغير لطفل صغير مثلا او حاجه، بس يعني لو مثلا لو انت عندك طفل صغير ونفرض مثلا انت دلوقتي هو دايما قافل على نفسك الباب، مثلا انا مثلا اكون قافل على نفسي الباب وبذاكر والطبيعي انه يخبط او مش عارفه، وانا مثلا مش برد، فممكن هو يبص كده من تحت الباب او حاجه، يعمل اكشن او يفتح الباب من تحت بحيث ان هو يرفعه او حاجه، حاجه كده ان هو انا ما علمتهالوش بس هو عرفها لوحده. فدي سترونج اي اي، يعني ممكن الماشين ليرنينج الجوريزم اللي انت تعمله بياكت لوحده، يعني بياخد ديزيشن انت ما علمتهالوش. ده طبعا حاجه ممكن تكون كويسه ممكن تكون مش كويسه، يعني لان احنا ما نقدرش نسيب الكمبيوتر ان هو يكرر، لان احنا ما نضمنش القرار بتاعه، فلازم يكون حرفيا احنا اللي معلمينه. بس عامه يعني ده السترونج اي اي. طيب ال AI ممكن يأثر في ابلكيشنز كتيرة، او ممكن يدخل في ابلكيشنز كتيرة زي مثلا الاجريكلتشر، الاديوكيشن، الهيلث كير، الفاينانس، الحاجات دي. يعني ممكن هو يدخل في ابلكيشنز كتيرة، ممكن انا في الاخر اعمل ماشين ليرنينج علشان يساعدني في التعرف مثلا على نوع الفاكهة الكويسة اللي هي مصابة مثلا بمرض معين او لا، يبقى بدل ما الشخص نفسه يبدأ يعدي على الفاكهة او ان هو يبروسس الحاجة دي بنفسه، لا يقدر ان هو يدخل روبوت مثلا بيبقى بيريكوجنايز الحاجة دي لوحده، وهكذا، سواء كان في اي ابلكيشن من الابلكيشنز دي. دي ال اسمها ايه المحاضرة دي. حاسة ان المحاضرة دي ما كانتش خلصت ولا خلصتها؟ ماشي. طيب في ديبيتس حوالين ان الاي اي لازم نعود نزود الكابابيلتيز بتاعته، واللي هي الاستورج والكمبيوتنج، ونزود ان هو الناس شايفه ان هو لسه ان اتس انفانسي، يعني لسه ما لازم يبقى في سترونج لسه ابلكيشنز او سترونج الجوريزم، لان لسه محتاج ان احنا كل الماشين ليرنينج لغايه دلوقتي مش بتلسن 100% او بتسين 100%، يعني ما بتقدرش ان هي تكوجنايز كل حاجه قدامها 100% او بت understand او بتسينك 100%. دي بس ده برضو كان كومنت. في بس الحاجة اللي اشتغلت فيها عشان انا بيقابلني ناس في الالكترونيكس بيستخدموا الذكاء ده، انا بس خايفه عليكم لاحسن تعتمدوا على التسجيل ده بس، لان حرفيا يعني مش هينفع اراجع كل حاجه، وفي نفس الوقت مش مشكله. عندنا مثلا ناس في الالكترونيكس يبقى واحد طالب يجي يسالني سؤال، فانا ايه يعني خدت ثانيه بس عشان اجاوب، يعني ما جاوبتلوش في ثانيتها، فيروح رادد عليا يقول لي خلاص مش مهم. وايه اللي مش مهم؟ يقول لي حضرتك طالما قعدت ثانيه يبقى ده مش جاي في الامتحان. يعني هو فاهم بيشغل ذكائه، هو اصلا مش عارف، مش عايز اجابه السؤال، هو عايز يعرف السؤال ده جاي في الامتحان ولا لا. فانا عايزاكم يعني عشان بس درجات اعمال السنه 25 المتوسط تقريبا، يعني ده لو في ناس اقل طبعا، يعني بس عشان ايه الدنيا تبقى واضحه. ممكن اعمل بس كده وايت بورد دي، مش عارفه الوايت بورد دي ظاهره لكم اللي انا مش ظاهره لكم دي. ايوه ظاهره. طيب في العموم احنا يعني عشان بس ابدا قبل ما اخش في كل التفاصيل احاول اعملها بنفسي، يعني احنا خدنا ان في حاجه اسمها ماشين ليرنينج الجوريزم. تمام. الماشين ليرنينج الجوريزم دول ليهم ثلاث انواع، في منهم السوبرفايزد، تمام، وفي الانسوبرفايزد، وفي الري انفورسمنت. الري انفورسمنت ده اللي انا بتكلم عليه، اللي هو يبقى سترونج او بياكت لوحده او بياخد قرارات لوحده من غير ما انا اكون قايله له كل حاجه. ده ما اتكلمناش فيه نهائي في ولا الجوريزم طول الكورس. الانسوبرفايزد اتكلمنا على كورس واحد بس، وهو قصدي الجوريزم واحد بس، وهو الكي مينز. الكي مينز ده انسوبرفايزد ايه؟ ماشين ليرنج الجوريزم. السوبرفايزد اي حاجه تانية خدناها هي سوبرفايزد الجوريزم. السوبرفايزد ده في منه برضو نوعين، اللي هو فيه كلاسيفيكيشن وفيه ريجريشن.
الحاجات اللي بتعمل ريجريشن. طبعا اي حد فيكم هيقول دلوقتي طبعا اللينير ريجريشن هو اكيد اللينير ريجريشن، بس في حاجات تانية يعني انا ما شرحتهاش من منطلق ان هي بتعمل لينير ريجريشن وشرحتها في الكلاسيفيكيشن، بس هي ممكن تستخدم في اللينير ريجريشن. عندنا مثلا النيورال نتورك ممكن تستخدم في اللينير ريجريشن، الديسيجن تري ممكن تستخدم في اللينير ريجريشن، عندنا مثلا الكي ان ان ممكن يستخدم في اللينير ريجريشن. تمام، ده بالنسبه لللينير ريجريشن. اما اسيومك طبعا ان شاء الله تكونوا واخدين بالكم ايه الفرق بينهم. كل دول الثلاثه دول حطهم لي هنا كده بيعملوا كلاسيفيكيشن برضه، وضيف عليهم مثلا اللوجيستيك ريجريشن، النايف بيس، تمام، ضيف عليهم البيس كلاسيفاير، خلاص، وطبعا ضيف عليهم السي ان ان عادي، دي بتعمل كلاسيفيكيشن. فانا حاطه ثلاثه هنا اللي هو النيورال نتورك والديسيجن تري والكي ان ان، دول بيعملوا كلاسيفيكيشن، ونضيف عليهم البيز والنايف بيز واللوجيستيك ريجريشن والسي ان ان. مش اتمنى اكونش ناسي حاجه يعني، هم اكتر يعني، بتكلم على ان انا شرحتهم في الكورس، خلاص. طيب في كل الاحوال، في كل الاحوال وانت بتعمل الكلام كله على السوبرفايزد هنا، انت بتحتاج تعمل حاجه اسمها تريننج، يعني تتدرب. عشان تعمل تريننج يبقى لازم ايه، يبقى معاك داتا، محتاج معلومة أساسية وهي إن يكون معاك داتا تريننج. تمام، تريننج دي يعني أنت دلوقتي عايز تعمل ماشين ليرنج ألجوريزم، يعني عايز الكمبيوتر بتاعك يتعلم حاجة، يتعلم في الآخر أديله حاجة مش عارفها فيكرر بنفسه. يبقى إيه؟ يبقى أنا محتاج أعمل تريننج الأول، يعني أتدرب، يعني عرفني بس. يعني مثلا دلوقتي أنت داخلين على امتحان بكرة، افرض أنت مش واخد الكورس ده، فايه هي ايه نسبه ان انت تنجح في الكورس اصلا؟ لا حضرت محاضره ولا سيكشن ولا لاب ولا اي حاجه، ولا خدت امتحان قبل كده ورايح امتحان فاينل، فانت اكيد مش هتعرف تحل حاجه. لكن لو انا كنت عملت لك تريننج وكنت جبت لك سيره الالجوريزم ده واديتك امثله عليه ومش عارف ايه، وجيت سالتك سؤال عليه في الامتحان، هتجاوب. فايه اللي احنا، فدي مرحله التريننج. التريننج بيكون عندك داتا، بيكون عندك يعني الالجوريزم حليت عليه كتير، ده انا بشرح بالنسبه لمثال الامتحان يعني، وبيبقى عندك ايه اثناء يعني الانبوت بتاعك بيكون تريننج، وانت اثناء التريننج بتعمل حاجه اسمها ليرنينج، يعني تتعلم. تتعلم يعني ايه؟ بيبقى في شويه بارامترز كده انت لازم تعرفها، زي ما قلنا في مره ساعات بيقابلنا ايه وبي بارامترز كده، فانت دي لازم في الاخر تعرف ايه هي الاوبتيمال بارامترز اللي انا هستخدمها. وفي الاخر لو انت دخلت لي اي حاجه انا مش عارفها اقول لك على فكره حط لي في المعادله مثلا واي بيساوي الايه الجديده، الايه الاخيره كانت مثلا 3 اكس زائد 1، خلاص كده انا جبت احسن قيمه للاي واحسن قيمه للبي، خلاص حط لي اي قيمه للاكس هجيب لك قيمه الواي اللي انت عايزها، يعني حط لي اي حاجه هنا اجيب لك دي. فانت محتاج في التريننج تبقى معاك داتا، ومحتاج تعمل ليرنينج. داتا دي اللي هي كانها انبوت عندك، يعني تعمل ليرنينج، تقعد تتعلم بقى، يعني تبراكتس على الالجوريزم اللي انت خدته كتير وتحل مسائل ومش عارفه ايه. بعد ما بتبراكتس كتير او بتعمل ليرنينج كتير، خلاص الليرنينج كتير ده حصل في ايه؟ ان انت عرفت الدنيا ماشيه ازاي، عرفت في الاخر ايه، عرفت في الاخر الدنيا ماشيه ازاي في كل الالجوريزم. فالدنيا ماشيه ازاي هنا بالنسبه مثلا، ده بتكلم على الامتحان، الدنيا ماشيه ازاي مثلا بالنسبه لللينير ريجريشن، ان انت تبقى عارف البارامترز اللي هي الاي والبي، خلاص. وطبعا احنا خدنا الجوريزم اسمه جريدنت ديسنت، هو اللي بيستخدم عشان يعرف الفاليوز بتاع الاي والبي. كلير ال ال الجريدينت ديسنت، انت في الاول بتبدا بانيشال فاليوز للاي والبي، تمام، انيشال فاليوز معاك ايه مثلا ب 2 من 10 اي قيم، ماشي، طبعا الحاجات دي كتله بحث يعني، والبي مثلا ب باي حاجه 5 من 10، خلاص. فانت معاك المعادله اللي بتبقى ما بين الاكس والواي اسمها خلاها اي بي اي اكس، سوري اي اكس زائد بي. فانت معاك في الاول خالص ال اسمها ايه، الاي ب 2 من 10 والبي ب 5 من 10، خلاص. تبدا تعمل حاجه اسمها ان انت تحسب اللوس، اللوس اللي هو الايرور، تبدا تحسب الايرور. الايرور يعني انا المثال ده اتشرح كتير، بس يعني ما فيش مشكله، يعني لو انتوا فاهمينه ما كنت طبعا هتقولوا كملي عادي. ماشي، بتحسب اللوس او الايرور. الايرور يعني مثلا انت لو عندك حاجه زي كده
ماشي. طبعا الاكس دي ممكن تكون كتيره، عندك فيتشرز معاك اكس كده ومعاك واي، دي الانبوت اللي جاي لك خلاص. تبدا تحسب الاتش اوف اكس او الـ او الواي الجديده، دي بنسميها الاتش اوف اكس او الواي الجديده، الواي الجديده تبدا تحسبها، ودي بتكون عباره عن الاي اكس كي اكس بلس بي خلاص. اتمنى الدنيا تبقى واضحه يعني اهي. انت معاك هنا مثلا دي ان ب 10 ودي ب 20 والاي اكس بلس بي، انت معاك الاي بكام؟ ب 2 من 10، معاك 2 من 10 تضربها في الاكس اللي هي ب 10 زائد ال 5 من 10 خلاص، هيديك قيمه للاتش اوف اكس او هيديك قيمه للواي الجديد، افرض مثلا ان هي ب 15 خلاص. تبدا بعد كده تحسب الايه؟ الايرور، الايرور اللي هو مثلا يطلع بالخمسه سواء كان بالموجب او بالسالب، يعني الايرور بيساوي الواي ماينس اتش اوف اكس، فاللي 20 ناقص 5، 20 ناقص 15 ب 5 خلاص. انت كده تمام. ايه اللي هيحصل بقى؟ تحسب لكل اكس الواي بتاعتها تبقى عندك، تحسب لها الاتش اوف اكس وتحسب لها الايرور خلاص. تبدا بقى تجمع الايرور اللي تحت ده خلاص. بتلاحظ ان الايرور كبير، بتقول ايه؟ لا انا مش عاجبني الاي والواي، الاي والبي اللي الجداد دول، فانا عايزه احسب. انت كده حسبت الايرور اهو، جبت انيشال فاليوز وحسبت الايرور، فانت مش عاجبك الدنيا، بتبقى عايز تحسب الايه؟ الاي الجديده، وعايز تحسب البي الجديد خلاص. الاي الجديده بتساوي الاي القديمه، معادله بقى ايه القديمه زائد الستيب سايز، في زائد او ناقص عادي يعني، الستيب سايز خلاص. ودي برضو البي الاي نيو، ودي بتساوي البي اولد برضو زائد الستيب سايز. يعني انت بتبقى في الاخر الاي الجديده دي عباره عن 2 من 10، 2 من 10 هي كانت ايه؟ 2 من 10 زائد حاجات ماشي، ودي البي الجديده عباره عن 5 من 10 زائد حاجات. بعد ما بتحسب الاي الجديده والبي الجديده بتبدا تحسب تاني الاتش اوف اكس، تاني اتش اوف اكس باستخدام الاي والبي كده، كان دي كلها ايه؟ اتريشن معين. سوري معرفش ما بعملش ولا ايه، ماشي دي يعني اتريشن معين. تبدا تحسب الاتش اوف اكس تاني، تبدا تحسب الايرور تاني. ده فكره الجريدنت ديسنت. الجريدنت ديسنت ان انا ببقى عايز اجيب الاوبتيمال فاليوز للاي والبي. فايه هو الجريدنت ديسنت؟ لو جالي مثلا هيبقى هو عباره عن اتريتيف الجوريزم بيستخدم عشان يجيب الاوبتيمال بارامترز اللي موجوده عندي في الالجوريزم. و ان جنرال يعني جريدنت ديسنت من ضمن الحاجات اللي بتاثر في البرفورمانس بتاعه الليرنينج ريت، لان هو عباره عن في الاخر انا بمشي اسرع ولا ابطا، بمشي سريع او بطيء خلاص. ده فكره الجريدنت ديسنت. فخليني مثلا لو عملت شيرنج هنا الجريدنت ديسنت، هتلاقي الجريدنت ديسنت از ان اوبتمايزيشن الجوريزم يوز تو اوبتين ذا اوبتمايزد نتورك ويت اند ديفايس. الاي والبي اللي في دماغنا في بعض الكتب بتسمى ويت اند ديفايس خلاص. وات وركس اتريتيفلي، يعني هو الجوريزم اتريتيف وبيستخدم عشان يمينيمايز الكوست او يمينيمايز الايرور. اوكي طيب، من ضمن البارامترز المهمه في الجريدنت ديسنت هي الليرنينج ريت، كنت شرحتها مره ايه هي الليرنينج ريت بس عشان بس الوقت. وطبعا كل ما الليرنينج ريت يكون قليل ده ميزه وعيب، ولما يكون كبير بيبقى ميزه وعيب. دي يعني لما يكون صغير انا اكيد هوصل للحاجه بس هوصل ببطء، لما يكون كبير انا هوصل، لما يكون كبير هقلل الوقت ولكن ممكن ما اوصلش. طيب دي الالجوريزم اللي انا لسه قايلها، انت بتبدا بانيشال فاليوز للويتس، و بتبدا تحسب الايرور فانكشن، وبعد كده بتبدا تحسب الاي والبي الجديد خلاص. كل دي اسمها الستيب سايز، اللي هي الالفا في الدلتا ال على ال دلتا دبليو. الالفا دي اللي هي الليرنينج ريت، بيبقى جاي لك في المثال ليرنينج ريت مثلا ب 2 من 10 3 من 10 برقم، يعني ده الالفا. يعني مثلا لو قال لك الفا بكذا يبقى انا قصدي على الليرنينج ريت، ممكن قال لك الليرنينج ريت بكذا يبقى هي دي. دي بقى بقى اقولها في اللينير ريجريشن، لان هي تختلف من الاي للبي. ده اللي جريدنت ديسنت في المحاضره الثالثه، او الحاجه الثالثه اللي موجوده على دكتور معلش، هو احنا هنقف امتى؟ هو ما دام اتريتيف كده
هنقف امتى؟ في ممكن تقف في عندك يعني تو كونفرجنس كريتيريا، يعني ممكن تقف عند نمبر اوف اتريشنز معينه، ممكن تقف لما تبقى انت حاطط له كده ان لو الايرور وصل مثلا لصفر، هو الايرور وصل ل2 من 10، الايرور وصل ل1000، يعني ايه حاجه انت تبقى حاططها له، فهو لما يوصل للايرور ده يقف عادي يقول كده خلاص انا كده وصلت. يعني انت دايما هيفضل يجيب اي وبي جديد كل شويه، بتدخله في 1000 اتريشن هيفضل كل شويه يجيب لك اي وبي جديده. خلاص هيقف امتى؟ لما تقول له ايه انا عايز 100 اتريشن بس، فيجيب لك 100 فاليوز للاي والبي وياخد لك اخر قيمه هي دي اللي يشتغل عليها. ممكن تقول له لا انا مش عايزك تقف باتريشنز معينه، انا عايزك تقف لما الايرور يبقى زيرو. يبقى انت كده ممكن توصل ليوم القيامه، او ممكن تقول له الايرور يبقى 2 من 10، او ممكن يبقى كذا، فاهمني؟ فتو كونديشنز ممكن يخلوك تقف. طيب هي دي اللي ظهرت ما تبقى زي. طيب دي بقى اللي هي التفاصيل اكتر خاصه بالماشين ليرنينج، يعني مثلا الفرق بين الرول بيزد الجوريزم والماشين ليرنينج الجوريزم. الرول بيزد الجوريزم ده اللي هو الفلوت شارت اللي بتاخده عادي في البروجرامينج، بتعمل شويه بتعمل اف كونديشن وتفضل تمشي بباظ، زي ما قلت مثال اللي هو لما بتيجي تعمل شاي بتعمل الجوريزم حاجات كده ماشيه ورا بعضها على طول، لما الميه تغلى مش عارفه اعمل ايه، لما كذا هعمل كذا. لكن الماشين ليرنينج ده هو الجوريزم برضو عادي بس مور كومبلكس شويه، تمام؟ بتحتاج لازم يكون معاك تريننج داتا، بتبدا تعلم الالجوريزم بتاعك عشان في الاخر يطلع لك تريند موديل، تبدا تدخله نيو داتا بنسميها تيست داتا، في الاخر بيطلع لك بريدكشن او اوت. اللي بيحصل هنا في النص ده شويه اف كتير، افات كتيره، يعني هو عباره عن رول بيزد الجوريزم عادي بس ايه مور كومبلكس شويه، تمام؟ لانه في اف كونديشنز كتير. طبعا الابلكيشنز دي اتقالت في المحاضره الاولى. يعني طبعا الحاجات الاساسيه اللي بتحل في الماشين ليرنينج او الموست كومنلي يوزد، يعني لو انت سوبرفايزد او ان سوبرفايزد، السوبرفايزد كلاسيفيكيشن وريجريشن، لو انت ان سوبرفايزد كلاسترنج ممكن اقول لك ايه هو الكلاسيفيكيشن. هو قال بس ان الميتنج ممكن يخلص، بس عامه قدامنا 10 دقائق وهندخل تاني عادي. خلاص الكلاسيفيكيشن والريجريشن والكلاسترنج اي هوب طبعا نبقى واخدين بالنا معناهم ايه. انواع الماشين ليرنينج، في احنا قلنا ان هم اربعه بس ده ما شرحت ثلاثه بس عشان دي كان فيها تفاصيل شويه، بس عشان ما ندوشكوش بس هي عامه يعني سوبرفايزد ان سوبرفايزد وري انفورسمنت ليرنينج. السوبرفايزد بيكون معايا تريننج داتا وليبل، لازم يبقى معايا ليبل، يعني انت عرفني ان دي تفاحه وعرفني ده برتقال وعرفني، وانا في الاخر سيبني اديني اي واحده وانا اعرفها. لكن الان سوبرفايزد انت بتديني تفاح وبتديني كذا بس ما بتقوليش ان ده تفاح، يعني بتديني اوبجكتس كتيره وتقول لي ايه بصي كده ايه الحاجات اللي شبه بعض، هتلاقيني من نفسي عرفت ان التفاح اجيب كل التفاح يعني كل الاوبجكتس اللي هي تفاح احطها مع بعض وكل الاوبجكتس اللي هي برتقال تبع بعض. انت كده انا قسمتهم بيزد على الشكل. طب لو انا مثلا عايز اقسمهم بيزد على الطعم، بفرض طبعا ان انا معايا معلومات عن الطعم بس، يبقى هتلاقيني اقول لك احطهم كلهم حاجه واحده لان ممكن يبقوا كلهم ايه فاكهه، يعني لو انت مديني حاجات تانية غير فاكهه. فالانسوبرفايز انت بتديني داتا بس ما بتدينيش ليبل. الريينفورسمنت ليرنينج طبعا احنا قلنا ان هي ملهاش علاقه خالص بالليبل، هي ولا ما نقدرش نقول ان هي سوبرفايزد ولا انسوبرفايزد، ما اقدرش اقول عليها انسوبرفايزد، بس هي بيليرن بالتراي اند ايرور، يعني بيليرن فروم اتس ميستيك، تمام؟ طيب ده بيتعلم ويديك ديزيشن بس، يعني ما فيش تريننج في الانسوبرفايزد ليرن، ده بيفضل يعمل تريننج ويفضل يعمل ايه تراند ايرور. ده كان مثال من بس عشان الوقت. طيب طبعا دي كانت الماشين ليرنينج بروسيس اللي هو دايما هتشتغل ماشين ليرنينج لازم تعمل ايه، لازم معاك داتا ولازم في الاخر معاك موديل شغال. اللي في النص حصل ايه؟ بتعمل داتا كليننج فيتشر اكستراكشن، بتعمل تريننج وبتعمل ايه، بتعمل تيستينج. دكتور هو الانسوبرفايزد اللي عندنا في المنهج اللي هو الكي مينز بس. كي مينز بس، تمام. طيب
دي برضو شوية معلومات دي عن بعض الحاجات اللي ممكن تستخدمها في الداتا كليننج، أو إن أنت تعمل بري بروسيسنج للداتا يعني. طيب اللي اتكلمنا عليه أكتر الداتا كليننج، خلاص داتا دايمنشناليتي ريدكشن ممكن أكون قلت معناه إيه بس ما شرحتش الجوريزمز عنه أو أي حاجة. والداتا نورماليزيشن طبعا بتعمل نورماليزيشن، يعني إن أنت بتبدأ تقسم على المين بتاع كل الفاليوز بحيث تصغر القيم يعني. طيب الداتا كليننج بقى طبعا كنا اتكلمنا عليها كتير، دي مثال عليها عشان بس تبدأ تحل كل المشاكل دي. داتا كونفرجن ممكن برضه تضطر تحول الداتا، الداتا كلها جالك انتجر عايز تحولها كلها سترينج، العمر بتاعك كام حد ممكن تدخله كسترينج، فانت عايز كل ده تبقى انتجر مثلا. دي طبعا أمثلة. طيب عملت شيرين المحاضرة دي. طيب مرحلة الإيفالويشن، يعني دلوقتي أنا عملت تريننج وفي الآخر جيت أنت قلت لي يعني، ولنفرض مثلا وقف عند اتريشنز معينه 100 مثلا ومش عارف ايه، في الاخر دخلت لك انون سامبل وقلت لي على فكره السامبل دي تفاح او برتقال، انا بقى اقيمك ازاي؟ يعني ازاي اقول ان انت على فكره عرفت طلعت النتيجه صح 100%؟ فهي دي بقى الموديل ايفالويشن، بعرف ازاي ان انا عندي جود مود. طبعا فيتشرز كتيره، حاجات كتيره ما قلناش طبعا احنا الاوفر فيتنج، ولا قلنا الفارينس والبايس. طيب نركز، انت بتعمل ايفالويشن لايه؟ بعمل الايفالويشن للالجوريزم ريجريشن. الريجريشن تقدر تحسب فيه الايرور عادي، ده ناقص ده، لان هو اصلا هيقول لك ما اعرفش اتمنى تبقوا شايفين، هيقول لك على فكره السالري بتاعك ب 100 المفروض تقبض 100 جنيه، انا عملت بريدكشن ان المفروض تقبض 50 جنيه ولا 40 اي حاجه 40، يبقى انا اقدر احسب الايرور. يبقى ايه؟ يبقى لو عايز تحسب تعمل موديل ايفالويشن للريجريشن الجوريزم تبدا تحسب الايرور. الايرور ده ناقص ده على طول ولا في ديبيت في كلام كتير؟ لا ممكن تحسب ده ناقص ده، ممكن تحسب الابسوليوت. في ناس كانت قالت هل انا احسب ده ناقص ده ولا يعني ده ناقص ده، يعني الواي ناقص الاتش في اكس ولا الاتش في اكس ماينس الواي، ما هتفرق في الاشاره. في ناس بقى شايفه ان انت ممكن تجيب الام اي اي اللي هي مين ابسولوت ايرور تطرحهم لي ومالكش دعوه بالاشاره، خلاص. في الام اس اي اللي هي مين سكوير ايرور اطرحهم لي وناتج الطرح اعمل له سكوير، انا عايزه اكبر الفالوس. فالاثنين دول performance evaluation measures للريجريشن الجوريزم، خلاص؟ عارفه فين لو هنعمل عايزين نحسب البرفورمانس، يعني انت دلوقتي جيت في الاخر عملت decision ان انا هقرر ان انت هتقبض كذا، عملت 100 iteration وجبت الاي والبي النهائيين وفي الاخر قلت على فكره انت مرتبك المفروض يبقى كذا، وانا عارفه المفروض ان الحل يبقى 100، يبقى انا عشان اعرف الالجوريزم بتاعي ده صح ولا غلط ببدا احسب الام اي او الام اس اي، ده في الفاينل ستيب اخر حاجه خالص بحسبها الام اي او الام اس اي. من ضمن الايفالويشن ميجرز للكلاسيفيكيشن الالجوريزم من ضمن الايفالويشن ميثودز للكلاسيفيكيشن الجوريزم عندك مثلا ممكن تحسب الاكيورسي، ممكن تحسب السنسيتيفيتي، ممكن تحسب السبيسيفيسيتي، ممكن تحسب حاجات كتيره. فالاكيورسي عشان بس انا اقولها لكم بطريقه واضحه جدا، يعني عايز تحسب الاكيورسي تقسم بتجمع دي على دي، سوري دي زائد دي، ده في البسط في المقام بيبقى دي، ماشي؟ الاكيورسي دي زائد دي وفي المقام دي زائد دي، معايا كده؟ خلاص مفيش كنترول زد. خلاص ده الاكيورسي. لما الكلير اول كده عايز تحسب الريكول او السنسيتيفيتي بتقسم دي على دي.
امسك الصف ده كده، ده السنسيتيفيتي، تحسب ده تقسم ده على ده، عايز السبيسيفيسيتي تقسم ده على ده. خلاص يعني السبيسيفيتي، السبيسيفيسيتي انت بتهتم بالاكيورسي بتاع كلاس واحد، كلاس اللي اسمه ايس. الثانيه دي بقى بتهتم الاكيورسي بتاع الكلاس الثاني. خلاص، ومعلومه جميله جدا اللي هو دي اسمها ايه؟ دي اسمها كونفيوجن ماتريكس. كونفيوجن ماتريكس لو حد فينا يعني يجي على نفسه كده ويركز معانا ويقول لي هل ينفع استخدم الكلاسيكيشن الجوريزم، سوري، الكونفيوجن ماتريكس لاكثر من تو كلاسز؟ ما اعرفش حد معايا ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ ينفع صح؟ ممكن لو في طريقه ان انا ارسمها. يعني انت ممكن تعمل كده عادي خالص، مش يس ونو بقى، عندك مثلا ابل واورنج ومش عارفه ايه، عندك ثلاثه، يبقى هنا برضه هيبقى عندك ثلاثه، وهيبقى الدياجونال بتوعك دي الحاجات اللي هي صح، هو كان ابل وانت عملت له بريدكت ان هو ابل، هو كان مين، اورنج مثلا وانت عملت له بريدكت ان هو اورنج، اي حاجه بقى تانية بقى معرفش اسمها ايه، اكس، عملت لها بريدكت على ان هي اكس، فيبقى الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الاكيورسي دي زائد دي تقسمها على دي ودي، يبقى دي ايه بقى، عباره عن دياجونال. انت تقسم الدياجونال، كل الدياجونال اللي هيجوا لك على ايه، على كل البيهات اللي هتبقى هنا. طبعا انا اكيد يعني مش مشكله. خلاص، فالتركه ان الكونفيوجن ماتريكس ينفع تستخدم لاكثر من تو كلوزز، ولو حصل وجات لك حاجه زي كده فانت بتقسم الدياجونالز على دي زائد دي زائد دي، ده لو انت عايز تحسب الاكيرسي. تمام كده؟ طيب ما كبير بقى خلاص. طيب ماشي، ده ال مين ال performance evaluation. الاكيورسي قلنا طبعا الدياجونال، السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. السنسيتيفيتي لها اسمين، الريكول برضه. خلاص.